السلام عليكم ومرحبا بكم معي في فيديو جديد على القناة. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال، تكونوا بخير وعلى خير، وتكون ان شاء الله اموركم كلها مزيانة. كيف ما معودكم كل يوم جمعة كنزل معكم جولة في ليدل وكنشارك معكم الجديد اللي كيكون نزل كل اسبوع، فخليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو وما تمشيو فين، غادي نجاوبكم حتى على بعض الاسئله ديالكم ونوريكم شي حويجات اللي كتسولوني عليهم. بالنسبه للناس الجداد، الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش ان شاء الله دائما يوصلكم الجديد ديالي. خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو وما تمشيو فين، غنشارك معكم جوله قصيره في ليدل ومن بعد غادي نشارك معكم شي حويجات اللي خديت في التقضيه ديال هذا النهار. هذا اول حاجه، بزاف منكم اللي كيسولوني على الشوفان، مع انني وريت لكم بزاف ديال الفيديوهات في التقضيه الشوفان الفيوكي دافينا او رقائق الخرطان، متواجد في كاع لي سوبر مارشي. اي سوبر مارشي مشيتو ليه غادي تلقاوه منزل فيه، كيكون في الجهه فين كيكون هذا الشيء ديال السوريال، هذا الشيء اللي خاص بالفطور دائما موجود في ليدل بالثمن ديال 60 سنتيم. كيف ما كتشوفوا معايا راه ديما كنصوروا لكم وكنشاركوا معكم وكنتقدا حتى في التقضيه، وان شاء الله غادي ندخلوا في التحضير ديال سلو. منزلين هاد السوايع هادو ولا هاد المكانات اللي خاصين بالنساء وكاينين حتى ديال الرجال، غير هو البنات فاش كنكونوا منطقه حمراء او زونا روسا. الله يرفع علينا هاد الوباء هذا عما قريب ان شاء الله، صراحه قنطنا وملينا صراحه. الله يرفع علينا هاد الوباء في هاد الاشهر هذه الكريمه وهاد العواشر المباركه. فاش كنكونوا منطقه حمراء حتى هكا ليدل ما كينزلش حويجات جدادين، كيكتفي غير بحاجه وحده جوج ثلاثه، ما كيبقاوش ينزلوا باش ما كيكونش واحد الاكتضاض وما كيكونش الناس هكا معرمين على هاد الحويجات هادو. المهم كاينين هاد السويعات هادو اللي دايرين لهم 7.99 أورو ساعه، ومعها بحال هكا غورميت ولا براتشالي اللي هو دبليج. المهم كاينين في شكيلات، كاين اللي بالسميطات ديال الجلد، كاين اللي بالسميطات ديال الحديد، وفيهم شكيلات مختلفين. الثمن ديالهم كيف ما كتشوفوا معايا 7.99 أورو. حاولت نوريكم تقريبا كاع الشكيلات اللي منزلين. منزلين هاد الاله هادي اللي فيها جوج في واحد، كتقدروا تحضروا بها لي وافل وكتبدلوا لها هذوك الطوات ديال الحديد، وكتقدروا تحضروا بها حتى هاد لي دونات صغيورين. هادي كبيره شي شويه في الحجم، انا كنت واخده شحال هادي وحده ولكن صغر من هادي في الحجم، هادي جاتني كبيره وتا هي الثمن ديالها تقريبا واحد 20 الأورو. المهم كما قلت لكم البنات راه فيها جوج في واحد، كتقدروا ديروا الحديدات اللي كيوجدوا لي وافل، ومن بعد ملي كتبغوا تحضروا لي دونات كتبدلوا لها الحديدات. بزاف منكم اللي كيسولوني على الكوزه، الكوزه المطحونه ولا الكوزه اللي كتكون صحيحه. المهم راه متواجده في كاع لي سوبر مارشي نوتشي موسكاتا، سبق لي وشاركتها معكم في شحال من فيديو. كيحطوها في ليدال، في ام دي، كاينه في الكوب، في الكونات، في الايبر، في الاوروسبين، فين ما مشيتو كتلقاو هاد القريعات هادو ديال العطريه الصغيورين، وكتلقاو فيهم اي حاجه قلبتو عليها. كيف ما كتشوفوا معايا هاد القريعات الصغيورين راه كتلقاو فيهم كلشي، كاين الكركم اللي هو الخرقوم، كاين التحميره، كاين البزار، كاين الثومه بودره، كاين الاعشاب المنسمه بجميع الاشكال ديالها. وبما اننا مقبلين على رمضان، بزاف ديال البنات اللي كيسولوني على شي نوعيه ديال العسل اللي تكون ممتازه، ديما كنتقداه من ليدل مره مره فاش كنمشي لايبيرتوزانو كنجيبو منه، ولكن دائما كناخذ العسل من ليدل. صراحه لا كاليتي ديالو ممتازه، كاين انواع مختلفه، كاين البيو، كاين الغالي، كاين الرخيص، كاين المتوسط الثمن، على حسب نتوما والجهد ديالكم. والجديد ديال ليدل هو هذا العسل هذا اللي مصايب بالارانشا بالليمون، لذيذ لذيذ البنات بزاف، وكتحسوا به عسل طبيعي وعسل بحال الحر زويونه البنات. الثمن ديالو كيدير 4 أورو 500 غرام. كيف ما شفتوا معايا كاينين قريعات اللي فيهم 500 غرام، الثمن ديالهم ما بين 3 اورو 4 اورو 5 اورو حتى 6 اورو، وكما قلت لكم لا كاليتي ديالو ولا الجوده ديالو ممتازه العسل ديال ليدل، لدرجه ان الناس راه كيتقداو وكيديو حتى للمغرب. زوينه البنات، كاين كيف ما كتشوفوا معايا باشكال مختلفه وباثمنه مختلفه، كاين حتى الاخر ديال التوب حتى هو زويون. البنات غادي نشارك معكم شي حويجات اللي خديت هاد الصباح هذا من ليدل، قلت ضروري ما نشاركهم معكم قبل ما نرد كل حاجه لبلاصتها. المهم شي حويجات اللي ضروريين وكنت واقف عليهم، من بينهم السكر سنيده، غادي نوجد شي شويه ديال العسل ان شاء الله في الدار.
عمدرا فين وصلتوا في التحضيرات ديال رمضان؟ كاين شي توجات، شي حداقه، شي سلو، شي شباكيه بريوات؟ المهم البنات اللي متبعيني في القناه راكم عارفين ما كنديرش دوك التحضيرات الكبار ديال بحال اللي كتشوفوا مثلا دابا في اليوتيوب فيديوهات فيهم داكشي بكميه كثيره. انا ما كنديرش داكشي، كندير عندي مبدا ديال كل نهار رزقه، كنوجد بحال هكا غير شويه ديال سلو حتى كيبقى اسبوع باش يدخل رمضان ان شاء الله. شويه ديال سلو، شويه ديال البريوات، شويه ديال الشباكيه، هكا مره مره كيتحطوا في الطبله وصافي. اما الحويجات الاخرين كل نهار كنوجد ميكله اللي كناكلوها كل نهار ورزقه. المهم خديت هنايا السكر سنيده، غادي نوجد شويه ديال العسل. سبق لي وشاركت معكم في القناه الطريقه ديال تحضير العسل، كيجي ناجح. المهم غادي نحاول نخلي لكم الرابط ديال الفيديو لتحت في صندوق الوصف بالنسبه للبنات اللي مازال ما شافوش. وان شاء الله مني غادي نحضر العسل غادي نعاود نشارك معكم الطريقه ديالي ديال التحضير. هنايا جبت 3 كيلو ديال السكر سنيده، غادي ندير تقريبا وقيله غير كيلو، ما كنحتاجش بزاف ديال العسل صراحه، حيت اصلا ما كنديرش بزاف ديال البريوات ولا بزاف ديال الشباكيه، كندير واحد الكميه اللي قليله، اصلا راه ما كيتكالوش في رمضان كيتنساو. المهم هنايا خديت السكر سنيده، خديت هنايا الشوفان، بزاف ديال البنات اللي كيسولوني عليه وسبق لي وريته لكم في شحال من فيديو. هذا كندخلو في التحضير ديال سلو، ضروري ما كنديرش شويه ديال الشوفان باش كيجي هكا صحي. الشوفان او رقائق الخرطال، الفيوك دافينا، هذه فيها 500 غرام بشي 60 سنتيم، راه متواجد البنات في ليدل. هذا هو لومبالاج ديالو. خديت دانون المسوس، لقيتهم اصلا ناقصه اللي في الثمن هذا الصباح، هذا تقريبا بشي اورو 10 سنتيم، خديت جوج، كنحتاجو بحال هكا في الفطور ديال الصباح ولا في التحضير ديال الكيك. خديت هاد العلبه هادي ديال الخوخ المعلب، تقريبا الثمن ديالها شي اورو، غادي نصايب بها واحد الطورطه وان شاء الله نشاركها معكم بالكريم باتيسير وبهاد الطريفات هادو ديال الخوخ المعلب، كتجي لذيذه في الطعم ديالها. خديت هنايا السكر كلاصي ولا السكر الثقيل، هادي فيها 250 غرام، علين بشي 75 سنتيم. هنايا خديت اللوز ايفيلي، غادي نحتاجو في التزيين ديال بحال هكا البريوات ولا هذا، باقي عندي وحده يلاه حليتها وزدت هاد الوحيده هادي، الثمن ديالو البنات كيدير شي اورو، راه ديما كنشاركو معاكم. اللوز ايفيلي، خديت هنايا البودره ديال الكاكاو المر 250 غرام تقريبا بشي اورو 50. هذا الكاكاو المر اللي ما فيهش السكر نهائيا البنات، كيليق بحال هكا الكيك لا بزاف ديال الحوايج. خديت الشوكولات، هذه فيها نص كيلو، هذه يلاه ولاو كيحطوها مؤخرا في ليدل، فيها نص كيلو بجوج الاورو، اورو 99. حتى هذا الشوكولات الاسود القابل للذوبان. خديت هنايا الموتزاريلا، وليت مؤخرا كنجيب هذه، كتجيبها البيتزا زوينه، اصلا هذه ما فيها لا ما لا والو، كتجيبها البيتزا زوينه البنات، وكدير تقريبا كتشعقله واقيلا شي اورو 50. خديت هاد الجبنه هادي ديال الفيتا، هادي كتليق كتجي زوينه في الشلاضه، حتى هي تقريبا بشي اورو 50. هاد الموس هادي ديال الفروماج، هادو ديما كنجيبهم ديال الزيتون، فيهم بزاف ديال النكهات، كيديروا تقريبا شي اورو، زوينين البنات هادو مع الخبز زوينين. خديت هنايا الفروماج متلت للدراري، سكر فانيلا ديما كنتقداه من ليدل، بعض المرات راه كيكونوا موجودين وبعض المرات كيقطعوهم ولكن كيعاودوا يرجعوا يحطوهم. هذا السكر فانيلا، الخميره ديال الحلوه حتى هي ديما كناخذ ديال ليدل، تقريبا كيديروا شي 50 سنتيم. الخميره الحبيبات ديال الخبز حتى هي تقريبا كدير شي 50 سنتيم، خديت منها جوج. خديت هنايا البانا اولا القشده اللي خاصه بالطبخ، بزاف ديال البنات كيتغلط ليهم ما بين القشده اللي خاصه بالطبخ اللي تقدروا تحضروا بها لي صوص، وما بين القشده اللي خاصه بالحلويات. هذه ديال الطبخ مكتوب عليها بانا دا كوتشينا، وكيكون مرسومين عليها هنايا لي بات في لومبالاج. هذا البنات فيها 200 ml تقريبا بشي 80 سنتيم، كنخليها بحال هكا كنحضر بها لي صوص ديال لي بات.
والاخرى راه كنسبق ليا وريتها لكم في شحال من فيديو. البان دا مونطاري كيكون هنايا في لومبالاج مرسوم على واحد مثلا الفريز ولا شي حلوه ولا هذا هكا كتفرقوا بيناتهم. بان دا كوتشينا هذه اللي خاصه بالطبخ، وكاينه بان دا مونطاري اللي خاصه بالحلوه. خديت هنايا الدقيق الفينو، كناخذو ديما من ام دي، ولكن مره كنهز هذا من ليدل حتى هو زويون، تقريبا كيدير شي اورو. بالنسبه للبنات اللي كيسولوا عليه، الدقيق الفينو هو السيمولاري ماتشيناتا دي غرانو دورو باللغه الايطاليه. هذه راه فيها كيلو البنات، وصراحه جربته شحال مره، كيجي به لا الخبز لا المسمن، كلشي كيجي به زوين. صافي البنات، خديت هنايا الحامض، لقيتهم ناقصين لي من الثمن. كيلو ديال الحامض باورو 29. غادي نحضر منه العسل، واللي بقى ليا غادي نديرو حامض مصير. كان سبق ليا وشاركته معكم في القناه الطريقه ديال تحضير الحامض المصير. خديت البيض، البسكوي بحال هكا الفطور ديال الصباح كنجيب ديما، هذا كيبغيو ولادي اللي فيه لي بيبي شوكولا، التشيبس للدراري. خديت البنات هذا تلقاوه في اي سوبر مارشي، كاين في ليدل، في الام دي، في الايبر، في الكونات، فين ما مشيتو. غير في ليدل الثمن ديالو رخيص، كيدير تقريبا غير شي اورو 19. هذا البنات ينفعكم في الدار بحال هكا في الحوض ديال الغسيل ديال المعان، في الفاسكا ديال الحمام، في المهم كينفع فاش كديروه كيكون بحال هكذا مخنوق لكم الحوض ديال الغسيل، كديروه وكتخليوه ما كتخويو عليه لا ما لا حتى شي حاجه، كديروه وكتخليوه تقريبا شي شويه، عاد كتطلقوا من موراه الماء كيتسرحوا دوك الجعاب، ما كيبقاو مخنوقين ما حتى شي حاجه. ديما كنجيبو من ليدل وصراحه كينفعني. شفتوا البنات، خديت هذا الخبز، هذا الانتغرالي كانوا دايرين ليه سكونتو، كتاخدي جوج كيتقاموا باورو بحال هكا الفطور ديال الصباح. هذا راه ديال الزرعه البنات. وخديت هاد لي غاليت هادو ديال حتى هما ديال الزرع. صافي البنات، هادو هما الحويجات اللي خديت وقلت ضروري ما نشاركهم معكم. بحال هكذا بزاف ديال البنات كيتعرفوا على بزاف الحويجات اللي كيكونوا ما رادينش ليهم البال، وبحال هاد الفيديوهات غير باش كتعم الاستفاده بيناتنا. كنتمنى الفيديو ديال هاد النهار يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش من لي لايك ديالكم، تعليقاتكم اللي كتخليو ليا دائما واللي كتزيد تدعمني. بالنسبه للناس الجداد، الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالي. غادي نقول لكم بسلام عليكم ونهاركم مبروك، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام عليكم.